كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله متعينا في وقته، صديقا في زمانه، حجة وبرهانا في دورانه، وله في أنواع معاملات الحقائق حظ تام ونفع عام، مقبولا بين الأنام من الخواص والعوام، ولقي جماعة من المشايخ، وصحب أبا حنيفة. وقال الجنيد رحمه الله: مفاتيح هذه العلوم عند إبراهيم بن أدهم. دخل على أبي حنيفة يوما ونظر إليه الأصحاب بنظر الحقارة، فقال أبو حنيفة رحمه الله: هو سيدنا. فقيل: وبأي شيء بلغ هذا المقام؟ قال: لأنه مشغول بخدمة ربه، وأنتم بخدمة أبدانكم. وكان من قصته أنه كان ملكا في مدينة بلخ، إحدى مدن خراسان، وكان طرف من العالم تحت حكمه، وكان إذا ركب تقدم قدامه الركب، ويؤتى خلفه 40 دبوسا من الذهب. قيل: كان نائما على سرير السلطنة، فاهتز السقف كأن شخصا يدور عليه، فصاح عليه وقال: من أنت؟ قال شخص من السقف: إني رجل قد ضاع لي جمل فأطلبه هناك. قال إبراهيم: يا جاهل، كيف تطلب البعير على السقف؟ قال الشخص: يا غافل، وأنت كيف تطلب الله تعالى على السرير وفي الفراش الحرير؟ فهابه ذلك الكلام، ووقع في قلبه حريق، وما نام باقي الليلة. فلما أصبح جلس على سرير الملك متفكرا متحيرا، واجتمع عليه أركان دولته، وجلس كل في مكانه، واطمأن المجلس بهم، وقام الغلمان والمماليك صفوفا بين يديه، إذ دخل عليه رجل في غاية المهابة، حتى لم يقدر أحد من الحاضرين أن يقول له: من أنت؟ ومن أين تجيء؟ وعبر المجلس إلى إبراهيم، ووقف بين يديه عند سريره، فقال له إبراهيم: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أنزل في هذا الرباط. قال إبراهيم: أأنت مجنون؟ ليس هذا رباطا، بل هو بيتي. قال الرجل: هذا قبلك لمن كان؟ قال: لأبي. قال: وقبله؟ قال: لجدي. قال: وقبله؟ قال: لفلان. فقال له: وأين هم؟ قال: ماتوا ومضوا. قال: أوليس الرباط كذلك؟ يجيء شخص ويذهب آخر؟ فقال هذا الكلام وغاب عنهم، وقيل أنه كان الخضر عليه السلام. فازداد إبراهيم رحمه الله حزنا على حزن، وغما على غم، ثم ركب وقصد إلى الصيد، وقال: قد وصل إلي اليوم شيء، ولا أدري كيف يكون مآله. فركب ودخل الصحراء، وكان يتردد هائما تائها، لا يدري أين يروح وماذا يفعل. ووقع من العسكر في ناحية منفردة، حتى سمع صوتا يقول له: انتبه. فتغافل عنه، فسمع ثانية فتغافل عنه، ثم سمع ثالثا فعبر من ذلك،
فسمع رابعا: انتبه قبل أن تنبه. فتحير إبراهيم رحمه الله وازداد تحيره إلى أن ظهر قدامه غزال فأراد أن يقصده، فأنطق الله الغزال وقال: أرسلوني لكي أصيدك، فأنت لا تقدر على أن تصيدني. ثم سمع من قربوس السرج: يا إبراهيم، ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت؟ فأعرض عن الغزال وازداد قلقه وشوقه، ولما أراد أن يتم أمره سمع مثل الصوت في جيبه، وانفتح على قلبه باب أسرار الملك والملكوت، وتاب إلى الله تعالى توبة نصوحا، ونزل عن الفرس وتوجه إلى جانب، وذهب حتى وصل إلى راعي أغنام له، وكان عليه لباد، وعلى رأسه قلنسوة من الصوف، فإذا هو من مماليكه وغلمانه، فأعطاه ما كان عليه من الثياب الفاخرة والتاج المعرق، ووهب له جميع تلك الأغنام، وأخذ منه اللباد وقلنسوة الصوف، فتعجب من حاله جميع من في عالم الملكوت، إذ هو خلع عنه الثياب النجسة المزخرفة الدنيوية، ووضع على رأسه تاج الفقر، ولبس حلته، وكان يدور في الجبال والصحاري متولها متحيرا يبكي على جرائمه وذنوبه، وينوح حتى وصل إلى مدينة تسمى مروى الروذ، وكان هناك جسر على نهر. فلما وصل إبراهيم إلى الجسر وأراد أن يعبر، رأى رجلا قد وقع من الجسر، فقال إبراهيم: اللهم احفظه. فالله تعالى حفظه وأوقفه في الهواء حتى ذهب إليه جماعة وأمسكوه، وتعجبوا من حال إبراهيم. ثم رحل إلى نيسابور وطلب موضعا خاليا ليشتغل بعبادة الله تعالى، فأرشده الله تعالى إلى مغارة هناك مشهورة، فسكن فيها 9 سنين، والله تعالى يعلم بأحواله وطاعاته وعباداته في تلك المغارة ليلا ونهارا. وكان يصعد الجبل يوم الخميس ويجمع حملا من الحطب وينزل به غداة يوم الجمعة ويبيعه ويشتري بثمنه ما يسد جوعته من القوت، ويفرق نصف ذلك على الفقراء والمساكين، ويذهب بالنصف الآخر إلى المغارة، وكان يصوم ويفطر على ذلك الطعام ويقنع به إلى الجمعة الأخرى. نقل أنه كان في تلك المغارة ليلة من ليالي الشتاء، وكانت في غاية البرودة، وقد حصل له احتياج إلى الغسل، فاغتسل بالماء البارد من الساقية بعد أن كسر ثلجها ودخل فيها، وبرد برودة عظيمة إلى وقت السحر وكاد أن يهلك، وكان يشتهي دفئا أو نارا. فهو في ذلك الحال إذ رأى فروة على جسده، فذهبت عنه البرودة ونعست عيناه إلى طلوع الشمس، فلما أضاء العالم نظر فإذا الفروة التي لبسها تنينا عظيما مهيبا،
وكل من عينيه كأنها قصعة مملوءة من الدم. فهابه وقال: إلهي، أرسلت إلي هذا في صورة اللطف، وأراه الساعة في صورة القهر ولا أطيقه. فذهب التنين في الحال بعد أن تمرغ لديه في التراب وغاب. ونقل أنه حين اطلع عليه الناس فر من المغارة وقصد مكة، تشرفها الله تعالى وعظمها. وبعد زمان كثير دخل الشيخ أبو سعيد الميهني رحمه الله في تلك المغارة وقال: سبحان الله، لو كانت هذه المغارة مملوءة من المسك ما فاحت مثل ما تفوح الآن بسبب عبادة فتى فيها، فكأنها امتلأت روحا وراحة. وقصد إبراهيم البادية من خوف الشهرة، ووصل إليه شخص من أكابر الدين وعلمه اسم الله الأعظم، وهو كان يذكر الله تعالى ويدعوه بذلك الاسم. فلقي الخضر عليه السلام فقال له: يا إبراهيم، كان أخي إلياس هو الذي علمك الاسم الأعظم. ثم جرى بينه وبين الخضر محادثات ومكالمات كثيرة، وكان شيخه الخضر عليه السلام، فإنه أرشده أول الأمر كما مر ذكره معنا بإذن الله تعالى. وقال: حين كنت متوجها إلى بيت الله تعالى الحرام، وصلت إلى ذات العرق، فوجدت هناك 70 إنسانا عليهم المرقعات، ماتوا كلهم والدم يجري من أفواههم وآذانهم. فدرت حولهم فإذا في واحد منهم رمق من الحياة. قلت له: ما هذه الحالة يا فتى؟ قال: يا ابن آدم، عليك بالماء والمحراب، لا تبعد منه غاية البعد لئلا تهجر، ولا تقرب أيضا غاية القرب لئلا تتعب. لا ينبغي لأحد أن يجترئ ويتهجم على بساط السلاطين. افزع ممن يقتل أولياءه وأحباءه الحجاج له، مثل قتل كفار الروم في الغزوات. افزع من غني يقتل بسيف الاستغناء جماعة المسلمين كما تشاهد. ثم قال: كنا جماعة من الصوفية، قصدنا أن ندخل البادية على طريق التوكل، وعزمنا أن لا نكلم أحدا، ولا يكون لنا فكر ولا ذكر غير الله، ولا حركة ولا سكون إلا له تعالى، ولا نلتفت إلى غيره. فقطعنا البادية، فلما وصلنا إلى ميقات الإحرام استقبلنا الخضر عليه السلام، ففرحنا به وقلنا: الحمد لله الذي جعل سفرنا مباركا. ووصل الطالب إلى المطلوب، فإنه استقبلنا شخص مثل الخضر عليه السلام، فنودينا في أرواحنا: يا جماعة المتكلين المدعين، أما كان شرطكم وعهدكم أن تنسوا غيري ولا تلتفتوا إلى سواي، فاشتغلتم الآن بغيري، حقا علي أن أريق دماءكم بسيف الغيرة وأهلككم في البادية ثم أصالح معكم.
الفتيان الذين تراهم كلهم هم المعاتبون بهذا العتاب. يا ابن أدهم، إن كنت أهلا فادخل في هذا الطريق، وإلا فأخرج نفسك منهم. فتحير إبراهيم من هذا الشأن العظيم، ثم سأل: من هذا الشخص؟ كيف أنت باق فيما بينهم؟ قال: قيل لي إنك ما وصلت بعد إلى مراتبهم، وأنت نيئ حتى تنضج، فإذا نضجت ندخلك في دائرتهم. قال هذا الكلام وتوفي إلى رحمة الله تعالى. اللهم ارحمنا برحمتك، ولا تفتنا ولا تعذبنا، إنا إليك راغبون. ونقل أنه رحمه الله قطع البادية 14 سنة للصلاة والخضوع والخشوع، إلى أن وصل إلى قريب من مكة، وشيوخ حرم مكة شرفها الله تعالى علموا بمقدمه فاستقبلوه، وهو خرج من القافلة لئلا يعرفه الناس، فوصل إليه بعض خدام الشيوخ وقال له: إبراهيم بن أدهم أقريب هو؟ فإن مشايخ الحرم الشريف خرجوا استقبالا له. فقال إبراهيم: وما يطلبون من ذلك الزنديق؟ فصفعه الخادم وقال: بل أنت زنديق، من يستقبله مشايخ الحرم كيف يكون زنديقا؟ فلما عبروا عنه قال في نفسه: أردت استقبال المشايخ فقيل لك زنديق وصفعت. فالحمد لله على كل حال. ثم دخل مكة شرفها الله تعالى وسكن بها، وكان يتقوت من كسب يده، وكان كسبه من الحصاد وحفظ البساتين وغيره. ونقل أنه لما خرج من بلخ قد بقي له ابن رضيع، فكبر وسأل من أمه أحوال أبيه، وكان يطلبه ويشتاق إليه، وأمه كانت تقص عليه حكايته وما جرى عليه، وقالت: الحاصل أنه قد ضاع أبوك مدة، ثم سمعنا أنه ساكن بمكة شرفها الله تعالى. فقام ابنه وقصد زيارة الكعبة، ونادى في مدينة بلخ أن من يريد الحج فليتهيأ للرواح إليها، فجاء إليه 400، فأعطى الجميع الزاد والراحلة وسائر ما يحتاجون إليه في الطريق، لعله يصل إلى أبيه بعد طول الانتظار. فدخل مكة وجاء إلى باب المسجد، والتقى بجماعة لبسوا المرقع من الثياب، فسأل منهم: هل تعرفون إبراهيم بن أدهم؟ قالوا: نعم، وله علينا حق النعمة، ولكنه قد ذهب لطلب الطعام. فخرج ابنه إلى البطحاء في طلبه، فرآه حافيا وقد حمل حطبا، فغلبه البكاء، ولكنه اختفى عنه وأمسك نفسه وتبعه. فدخل السوق ويقول: من يشتري الطيب بالطيب، أي الحلال بالحلال. فاشترى منه رجل خباز بخبيزات، وذهب بها إلى أصحابه، وخاف ابنه إن أظهر نفسه عليه أن يفر منه، فرجع إلى أمه ليدبر معها كيف يلتقي به.
فأمرته أمه بالصبر إلى تمام الحج. وإبراهيم رحمه الله وصى أصحابه وقال لهم: لا تنظروا إلى وجوه الصبيان والنساء في الطواف. فلما شرعوا في الطواف إذ رأى إبراهيم صبيا صبيح الوجه قد استقبله، فنظر إليه فتعجب أصحابه منه، وبعد الفراغ من الطواف قالوا له: رحمك الله، نهيتنا عن النظر إلى الصبيان والنساء، وأنت نظرت إلى صبي حسن الوجه مليح؟ قال: أعلمتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لما خرجت من بلخ كان لي ابن رضيع، ظني أن الصبي الذي نظرت إليه هو ابني. ففي اليوم الثاني ذهب شخص من أصحابه طالبا لقافلة بلخ، فصادف خيمة من الديباج وفيها كرسي، وذلك الصبي جالس عليه، وحول الخيمة جماعة من مماليكه وغلمانه، وهو مشغول بتلاوة القرآن ويبكي. فاستأذنت الدخول عليه فدخل وسلم عليه وقال: من أين أنتم؟ قال الصبي: نحن من كورة بلخ. قال له: من أبوك؟ فبكى الصبي وأطبق المصحف وقال: ما رأيت أبي إلا الأمس، ولا أعلم أنه أبي أم لا، وأخاف أن يفر منا، فإنه هرب منا من زمان. قال: ما اسمه؟ قال: إبراهيم بن أدهم بن منصور. فذهب به الرجل إلى إبراهيم رحمه الله، وتبعته أمه، وكان إبراهيم جالسا مع أصحابه عند الركن اليماني، فرأته امرأته وفني صبرها وصاحت وقالت: يا ولدي، هذا هو أبوك الذي فر من أهله وولده وعياله وسلطنته وماله. وبكى الصبي والناس حتى ظهر فيهم ضجيج، وغشي على ابنه، ثم لما أفاق سلم على أبيه فرد الجواب وأجلسه في حجره، وقال: على أي دين؟ قال: على دين الإسلام. قال: الحمد لله. قال: هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: الحمد لله. قال: هل تعلمت شيئا من العلم وآداب الإسلام؟ قال: نعم. قال: الحمد لله. فأراد إبراهيم أن يفارقهم ويذهب من عندهم، وهو قد أمسك بذيل أبيه وما كان يتركه، فنظر إبراهيم إلى السماء وقال: إلهي أغثني. ففي الساعة توفي الولد وهو في حجره، فقيل له: كيف هذا الشأن؟ قال: لما أخذته في حجري وتحركت محبته في قلبي، نودي في سري: يا إبراهيم، تدعي محبتنا وتحب معنا غيرنا، وتوصي أصحابك ألا ينظروا إلى الصبيان والنساء، وأنت تعلقت بصبي وامرأة؟ قال: فدعوت الله تعالى وقلت: يا رب العزة أغثني، فإن شغلتني محبة عن محبتك فأمتني أو أمت، فاستجيب دعائي في حقه. فنقول: إن اعترض على ذلك شخص فنقول له: ليس هذا بأعجب وأغرب من ذبح إبراهيم النبي عليه السلام ولده البار الكريم. وقد ورد في بعض الأخبار أن إبراهيم بن أدهم حيث شاهد هذا الحال أنشد هذين البيتين:
هجرت الناس طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فإن قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. ونقل أنه قال: كنت أطلب الفرصة في كثير من المواضع في الليالي حتى أجد الحرم خاليا، وأسأل الله تعالى حاجة، حتى وافيت ليلة ماطرة مظلمة فطفت بالبيت، ثم تعلقت بالحلقة وطلبت من الله تعالى العصمة من الذنوب. نوديت في سري: يا إبراهيم، تسأل العصمة والناس كلهم يطلبونها، فإن بذلت لهم ولك العصمة فأين تذهب بحار مغفرتي ورحمتي؟ ثم قلت: اللهم اغفر لي ذنوبي. نوديت ثانيا: يا إبراهيم، اسأل في هذا المقام للخلق لا لنفسك، واذكر الخلق ولا تذكر نفسك، واتركها حتى يذكرها غيرك في حضرتنا. وكان يقول في مناجاته: اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. وكان يقول: إلهي، من عرفك فلم يعرفك، فكيف حال من لم يعرفك؟ ونقل أنه قال: اجتهدت 11 سنة ثم سمعت نداء: يا إبراهيم، كن عبدا فاسترح، يعني فاستقم كما أمرت. وسئل: ما أصابك حتى تركت السلطنة والمملكة؟ قال: كنت جالسا على السرير، جئت بمرآة في حذاء قلبي، ونظرت فيها رأيت أن القبر منزلي وليس فيه أنيس لي، ورأيت سفرا طويلا وما كان لي زاد، ورأيت السلطنة عاجلة ولا حجة لي، لا جرم برد فؤادي عليها. وقيل له: لما هربت من خراسان؟ قال: لأنه كثيرا ما كان يقال لي: كيف كنت البارحة وكيف حالك؟ وقيل له: لما لا تخطب امرأة؟ قال: فلو طلع من يدي لطلقت نفسي، فكيف أعلق غيري علي؟ وقال: الفقير إذا تزوج فقد جلس في السفينة، وإذا ولد له ولد غرق. ونقل أنه رأى فقيرا يئن من الفقر، قال: لعل الفقر حصل لك بلا ثمن. قال: وأنت اشتريت الفقر؟ قال: نعم، اشتريته بملك بلخ، وبعد هو رخيص. وحكي أنه جاء إليه شخص ب1000 درهم، قال: لا أقبل شيئا من الفقراء. قال الشخص: أنا غني. قال: تريد أن يكون لك أكثر مما في يدك؟ قال: نعم. قال: ارفع دراهمك فإنك رئيس الفقراء. وقال: أوحش المواضع عندي موضع تعرفونني فيه، لأن الناس إذا عرفوني فيه لا بد لي أن أهرب منهم. وقال: نحن طلبنا الفقر فرزقنا الغنى، وقوم طلبوا الغنى فرزقوا الفقر. وقيل: جاء إليه شخص ب2000 درهم فما قبل، وقال: تريد أن تمحو اسمي من جريدة أسماء الفقراء بهذا القدر من الدراهم؟ ونقل عنه إذا ورد عليه وارد من الله تعالى كان يقول: أين الملوك حتى ينظروا إلى هذا الشأن ليحصل لهم عار من ملكهم؟
وقال: ليس بصادق من طلب الشهرة، والإخلاص صدق النية مع الله تعالى. ومن لم يجد قلبه حاضرا في ثلاثة مواضع فليعلم أنه علامة على انغلاق الباب عليه. الأول وقت قراءة القرآن، والثاني وقت الذكر، والثالث إذا كان في الصلاة. وقال: علامة العارف أن يكون غائبا عنه، متفكرا في أكثر الأوقات، وأكثر كلامه المدح والثناء على الله تعالى، وأكثر أعماله الطاعات، وأكثر نظره في لطائف صنع الله تعالى وقدرته. وقال: رأيت حجرا في طريق مكتوبا عليه اقلب واقرأ. قال: فقلبته وقرأت. فإذا كتابته، إذا لم تعمل بما تعلم فكيف تطلب ما لا تعلم؟ وقال: أرجح الأعمال في ميزانك غدا أن هذا اليوم ثقيل عليك، أي بسبب الطاعة. وقال: ينبغي أن يرتفع من قلب السالك ثلاث حجب لينفتح عليه باب السعادة. الأول لو أعطي الدنيا والآخرة على سبيل الملك لما فرح به، لأنه إن فرح بمخلوق فهو حريص بعد، والحريص محروم. والثاني لو كان له ملك الدنيا والآخرة وأخذ منه لا يحزن به، فإن الحزن على ما فات سخط، والساخط معذب. والثالث ألا ينخدع بمدح أحد، فإن من ينخدع بالمدح همته حقيرة، وصاحب الهمة الحقيرة محجوب، إذ ينبغي في هذا الطريق همة عالية. ونقل عنه أنه قال لشخص: أيعجبك أن تكون من الأولياء؟ قال: نعم. قال: لا ترغب في الدنيا والآخرة مقدار ذرة، وتوجه إلى الله تعالى بالكلية، وأفرغ قلبك عما سوى الله تعالى، وكل من الحلال، وليس لك صيام بالنهار ولا قيام بالليل. وقال: لا يبلغ أحد نهاية صفات الرجال بالصلاة والصيام والجهاد والحج، ولكن يبلغ بأن يريق في حلقه الحلال، أي أن يكون مطعمه حلالا. اللهم نسألك العفو والعافية واليقين، ونسألك حبك ومحبتك. اللهم واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم صلي وسلم على النبي محمد وآل محمد، والحمد لله.